with one voice and eliminating all challenges. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدات والسادة، بداية أود أن أنقل إليكم تحيات أخيكم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتمنياته بالنجاح لأشغال هذا الاجتماع. واسمحوا لي أن أتلو على مسامعكم كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. فخامة الأخ جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الأممي، أصحاب الفخامة والمعالي السيدات والسادة، يطيب لي بداية أن أتوجه بخالص شكري لأخي جوليوس مادا بيو على رئاسته الحكيمة للجنتنا هذه وعلى جهوده الدؤوبة في إطار تعزيز وترقية الموقف الإفريقي الموحد والحفاظ على تماسك ووحدة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ورغبتهم في تفعيل المسار التفاوضي المتعلق بإصلاح مجلس الأمن بما يخدم مصالح قارتنا الإفريقية. ومن هذا المقام أود أن أثمن روح التعاون المستمر والتنسيق المثمر بين الأشقاء من ممثلي الدول الإفريقية على مستوى جميع المحافل الدولية والإقليمية لإسماع صوت الموقف الإفريقي الموحد والذي يؤكد على ضرورة تمكين قارتنا من الظفر بمقعدين دائمين في مجلس الأمن والرفع من حصة تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بهذا المجلس من 3 إلى 5 مقاعد وفقاً لما ورد في توافق إيزو لويني وإعلان سيرت. السيد الرئيس، لقد جعلنا وبفضل تضافر جهود الجميع من مسألة إصلاح مجلس الأمن ضرورة حتمية لتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدلاً وتوازناً، لا سيما ونحن نشهد سياقاً دولياً حساساً تفاوتت فيه الأزمات والتداعيات التي تحمل في طياتها بوادر تغيرات جديدة لموازين القوى على الساحة الدولية، بينما لا تزال قارتنا الإفريقية عرضة للعديد من التهديدات متعددة الأبعاد والأشكال والتي تمس بالسلم والأمن كظاهرة الإرهاب وتفاقم الحروب والتغيرات المناخية وأزمات الغذاء والطاقة والصحة، والتي زاد من حدتها تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 العالمي والصراع الروسي الأوكراني. السيد الرئيس، أود أن أجدد التزامي بأن الجزائر ستظل متمسكة بالحق المشروع لإفريقيا في الوصول إلى مجلس الأمن على النحو المعبر عنه في إعلان سرت والمتفق عليه في إطار توافق إيزولويني، وستواصل العمل دون هوادة من أجل إعلاء صوت القارة الإفريقية ومطالبها المشروعة ولمعالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له قارتنا الإفريقية. كما نجدد التزامنا بالعمل رفقة الأشقاء الأفارقة قادة الدول الأعضاء في اللجنة للحفاظ على الدعم الكبير والمتزايد الذي يحظى به الموقف الإفريقي على الصعيد الدولي، مؤكدا لكم استعداد الجزائر لمواصلة الجهود بغية تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الحكومية من أجل إصلاح مجلس الأمن. السيد الرئيس، إن حصول القارة الإفريقية على العضوية الدائمة في مجلس الأمن مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى نجاح المفاوضات الحكومية الدولية في إطار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والذي يعد الإطار الفريد والأمثل لمناقشة مسألة إصلاح مجلس الأمن. وفي هذا الصدد فإنني أدعو كل الأشقاء الأفارقة قادة الدول الأعضاء إلى تكثيف وتعبئة الجهود اللازمة والضرورية حتى تستند المفاوضات المقبلة إلى وثيقة إطار عمل لعام 2015 التي تشكل وثيقة مرجعية تعكس مواقف ومقترحات ما يقارب 120 دولة عضو في الأمم المتحدة بما في ذلك الموقف الإفريقي الموحد، مع العمل على التصدي لمختلف المحاولات الرامية لتقويض عملية الإصلاح أو عرقلتها أو حتى لإضعاف المواقف وتفريق مؤيديهم. كما نأمل أن تشارك المجموعة الإفريقية بطريقة بناءة وفعالة جنباً إلى جنب مع كافة الدول الأعضاء ومجموعات المصالح في المفاوضات الحكومية الدولية المقبلة، وأن تتعاون مع الدول
دائمة العضوية في مجلس الأمن لحشد الدعم للموقف الإفريقي الموحد من أجل ضمان تقارب أكبر حول إصلاح مجلس الأمن ودعم دوره في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بطريقة تجعله أكثر تمثيلاً وحيادية وشفافية ومصداقية. ومن جهة أخرى يجب علينا أن نواصل توحيد صفنا وكلمتنا على الساحة الدولية مع الالتزام باحترام قرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة وإخلاصنا للمجموعة الإفريقية بعدم الانخراط في مجموعات المصالح الأخرى حتى نحمل صوتا إفريقيا واحدا موحدا إلى أن تتم الاستجابة لمتطلبات الموقف الإفريقي الموحد. السيد الرئيس، السادة الحضور، وفي الختام أود التذكير أن الجزائر ستعمل ابتداء من العام المقبل على تمثيل القارة داخل مجلس الأمن، وستسعى لإعلاء صوتها ومطالبها بالتنسيق مع الأشقاء الأفارقة من خلال ما يعرف بمسار وهران، وبمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري 12 للجنة العشرة بالاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الأممي المزمع عقده بالجزائر في شهر جانفي من سنة 2024. كما أود أن أؤكد لكم استعداداً الكامل والدائم للمساهمة في المناقشات المثمرة التي سنجريها من أجل الخروج بتوصيات من شأنها أن تمكننا من ترسيخ موقفنا الإفريقي الموحد لخوض عملية التفاوض الجارية في الأمم المتحدة. شكراً لكم على حسن الإصغاء وكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.